الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله سبحانه وتعالى تكون هذه الكلمة بعنوان الشريعة الإسلامية وثمارها الطيبة. فنبدأ بتعريف الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية هي كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الأحكام والقواعد والنظم التي تنظم علاقة المسلم بربه سبحانه وتعالى، وتنظم علاقة المسلم مع أخيه المسلم، وتنظم علاقة المسلم مع غير المسلم. والمصدر بتاع الشريعة الإسلامية هو القرآن والسنة. لذلك يا إخوان تتميز الشريعة الإسلامية بأنها صالحة لكل زمان ومكان، فهي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالشريعة الإسلامية هي عكس القوانين الوضعية، لأن القوانين الوضعية هي من وضع البشر، وهي غير صالحة لكل زمان ومكان، وهي قابلة للتعديل في كل زمان وفي كل مكان. وداء المشاهد الليلة اليوم عندنا في السودان، احذف حاجة ويضيف حاجة، احذف حاجة ويضيف حاجة، احذف حاجة ويضيف حاجة، وما في أي حاجة. طيب، الشريعة الإسلامية عندها ثمار، وثمار طيبة كمان في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا هنا الشريعة الإسلامية بتحقق النصر وبتحقق العزة والتمكين والاستخلاف في الأرض، وده ما بيتحقق إلا بالتوحيد، عشان الناس ما يغشوا نفسهم ويعتقدوا إن حال البلد بينصلح إذا نحن شلنا ده وجبنا ذاك، أو جبنا ذاك وشلنا ده. لا لا، كده الوضع بيزداد من سيء إلى أسوأ، فنحن نغير الشرك بالتوحيد، ننادي الله وما ننادي الشيخ، نتوكل على الله ما نتوكل على التمائم وعلى الحجبات، ونطوف بمكة وما نطوف بالقباب والأضرحة، ونغير الكفر بالإيمان، ونغير المعصية بالطاعة، كده الوضع بينصلح. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وبعد التوحيد، بعد التوحيد الاهتمام بالتعليم وبالصناعة وبالتجارة وبالزراعة وبالصادر، لأنه الصادر ده بيجيب لك العملة الصعبة اللي انت الليلة ما قادر توفيرها ذاته، والاهتمام بغير الموارد دي، بكل الموارد اللي بتجيب عائد للدولة. وأيضا يا إخوان من ثمار الشريعة الإسلامية انتشار العدل. أي زول بيشيل حقه في الشريعة الإسلامية، وما في أي أحد سواء كان مسلما أم كافرا، ما في أحد بيظلم في الشريعة الإسلامية لقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. التعارف ما في أحد بيظلم في الإسلام، لشنو؟ لأن الشريعة الإسلامية دي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، ولأن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح حال الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الملك، ربنا قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والناس الدائرين العدل من غير الشريعة الإسلامية وراجين العلمانيين يجيبوا لهم، احنا بنقول لهم والله لحد ما تموتوا ما تلقوه. طيب، وأيضا من ثمار الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية بتحقق الأمن في الدنيا وفي الآخرة، وبتحقق الحياة الكريمة في الدنيا وفي الآخرة، بدليل قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: من عمل صالحا
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ربنا قال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وختاما نحن عزتنا وكرامتنا وتمكيننا في الأرض في الشريعة الإسلامية ما في القوانين الوضعية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، قال فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.